السلام عليكم ورحمة الله. إني نحمد الله ونستعينه ونستغفره. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن القرآن الكريم يتبعه للحق، يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، واتباع منهجه وسلوك طريقه سعادة الدنيا والآخرة. والمستقبل أن يرتكب القرآن منازل الجنان. فمن جئ في الجنة يقدر ما قرأ ولا ابتلى في الدنيا من القرآن الكريم. ومن هذا فإننا في وسط الحر المجتمع المدني، ونشكر لهذه المعاني العظيمة، ونؤمن بها ونستعدهم يقول لي أن في الإسلام دين الدولة وهو الأصيل في هوية الشعب الجزائري. فنحن في المصدر الحر للمجتمع المدني نحتفي بالتأثير منه وفاهم لبيان أول مقامها المجيد ولدماء أبنائنا المجاهدين وأهلها للأمة بفاتحين رضوان الله عليهم وعلى أصحابه أجمعين. فإننا نحتفي بالقرآن وأهله بهذا الكتاب الاحترام والأذعان بسد طاعته وخضوعا لله عز وجل بعلاه.